وجميلة لهذه المباراة. نذكر بأنه في طاقم التحكيم في هذه المباراة حكم اللقاء عمار أشكناني، مساعد أول محمد أشكناني، مساعد ثاني طلال الشمري، حكم رابع داود العبد الله، حكم الفار أحمد العلي، مساعد الفار أحمد صادق، مراقب إداري في مباراة اليوم منصور فريدون. نتمنى لهم التوفيق جميعا في قيادة هذه المباراة وإخراجها بالشكل الصحيح. طاقم أو تشكيل الفريقين في هذه المباراة، نبدأ بالسالمية كونه صاحب الأرض وضيافة، نواف المنصور في حراسة المرمى، رباعي خط الظهر على الناحية اليمين بدر جمال، على الناحية اليسار حمد القلاف، قلبي الدفاع مساعد ندى وأليكس ليما، ارتكاز وسط الملعب للسالمية محمد لهويدي، مهدي دشتي على الأطراف، مبارك الفريني ونايف زويد، مهاجم مساند أو صانع لعب خلف المهاجم حسين الموسوي، باتريك فابيانو في كرأس حربة وفي الهجوم الصريح بقيادة طبعا المدرب الوطني الجنرال محمد إبراهيم في نادي السالمية. إطلاق صافرة بداية هذه المواجهة عن طريق حكم اللقاء عمار أشكناني، ركلة ركنية أولى في هذه المباراة للسالمية. على الناحية الأخرى اليرموك، سنذكر التشكيلة ولكن بعد هذه الركنية، التنفيذ عن طريق نايف زويد للسالمية القادم والباحث عن النقاط الثلاث بالتأكيد. على الناحية الأخرى اليرموك رغبة كبيرة وطموحات أيضا حاضرة، تسديدة عن طريق حسين الموسوي ولكن بعيدة عن مرمى الحارس أحمد الفضلي. إذن اليرموك في حراسة المرمى أحمد الفضلي، رباعي خط الظهر على الناحية اليمين محمد العطار، على الناحية اليسار عبد الله ماجكي، في قلبي الدفاع بدر السليم حمد السعيد، ارتكاز وسط الملعب هاشم عدنان ناصر الفيلشاوي، في الاطراف احمد شبيب كارلس اندريس ك يعني صانع لعب عثمان الدوسري، ولاعب حر خلف المهاجم الصريح اللي هو رافائيل ادلبرتو البرازيلي بقياده المدرب الوطني كذلك احمد حيدر. الكره والانطلاقه للسالميه، باتريك فابيانو الكره العرضيه وفي رايه وفي خروج للكره خارج ارضيه الملعب والهدف لا يحتسب عن طريق حكم اللقاء عمار أشكناني. إذن ركلة مرمى لمصلحة اليرموك في بداية هذه المباراة. هذه الكرة مرة ثانية، شوف طالت، نعم قرار صحيح 100% عن طريق الحكم المساعد الثاني طلال الشمري بخروج الكرة بكامل استدارتها خارج أرضية الملعب. إذا ما عدنا لوضعية الفريقين في الترتيب، نبدأ بالسالمية. السالمية يتسلق الترتيب وهو الآن في المركز الرابع ب 11 نقطة في ترتيب دوري اس تي سي للدرجة الممتازة بفارق بفارق ثلاثة نقاط عن كاظم المتصدر، ولكن كاظم فاز بالتالي أصبح الفارق ستة نقاط. يرغب السالمية بالتأكيد في الفوز للصعود أكثر للصدارة. كرة عرضية لليرموك ولكن مقطوعة، ترجع مرة ثانية والتغطية حاضرة في وسط الملعب، انطلاق ومرور وتحضير والسرعة في الهجمات المرتدة للسالمية، تبريرة بالكعب حلوة نايف زويد انطلاقة ولكن مقطوعة. الكرة أقرب لليرموك في وسط الملعب عن طريق هاشم عدان. إذن السالمية ستة مباريات ثلاثة انتصارات تعادلين وهزيمة واحدة للسالمية في ستة مباريات، مسجل السالمية 12 هدف في مرمى 9 أهداف، يعني قوة هجومية ضاربة للسالمية، هو الأقوى هجوما في بطولة الدوري ولكن الدفاع ليس بالمستوى مستوى الطموحات. على الناحية الأخرى اليرموك في المركز الأخير، ثلاثة نقاط من ست مباريات، فوز وحيد وصفر من التعادلات، خمسة خسائر في ستة مباريات، مسجل اليرموك ستة أهداف والآن كارلس أندريس تسديدة بعيدة تماما عن مرمى الحارس نواف المنصور. اليرموك مسجل ستة أهداف فقط وفي مرمى 13 هدف، هو ثاني أضعف الفرق دفاعا. ركلة المرمى شهدنا جانب من المدربين الاثنين محمد إبراهيم وأحمد حيدر كلاهما في المتابعة في الدقائق الأولى لهذه المباراة. أقرب لي ساعد ددا في دفاع السالمية، تحضير طبعا أليكس ليما، بدر جبال
بداية هجمة للسالمية مقطوعة في وسط الملعب. هاشم عدنان إعادة الكرة إلى الخلف عن طريق عبد الله ماجكي. حمد السعيد التبريرة الطويلة ولكن بلا عنوان، سهلة تماما لحارس مرمى السالمية نواف المنصور ليحضر إلى مساعدة. دقائق الأولى في كل مباراة تحتاج إلى تركيز، تحتاج إلى حذر، تحتاج إلى يعني الحرص، والحرص واجب في بداية كل مباراة لعدم تلقي الأهداف ولكل فريق. بارك الفليني يحاول تبعد من أمامه، ركنية أخرى للسالمية هي الثانية في هذه المباراة. السالمية واضح بأنه يدخل بنوايا ورغبة في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة. ركلة ركنية للسالمية، باتريك فابيانو مهاجم خطير، تنفيذ عن طريق نايف زويد، رقابة على باتريك فابيانو عن طريق حمد السعيد، ركنية نايف زويد الرأسية فابيانو وتنشال من على خط المرمى. انقاذ دفاعي في المكان الصحيح عن طريق عبدالله ماجكي. عبدالله ماجكي في المكان الصح على الرغم من الدربكة أمام المرمى والمتابعة للسالمية، ولكن الرأسية كانت من باتريك فابيانو، كان في متابعة عن طريق لاعب آخر، ولكن عبدالله ماجكي يشيلها في اللحظة الأخيرة. ركنية ثالثة للسالمية اللي بادي بداية قوية حتى الآن في هذه المباراة. ركلة ركنية والتنفيذ أيضا عن طريق نايف زويد. نايف زويد ركنية حلوة هذه المرة، ولكن ما في أي لاعب قاطع أمام الحارس أحمد الفضي، حارس الخبرة أحمد الفضي يلتقط الكرة بكل سهولة. أحمد الفضلي هذه الكرة الماضية الرأسية كانت عن طريق باتريك فابيانو، اصطدمت في مساعدة وتحولت في المرمى، ولكن عبد الله ماجيكي يغير اتجاهها في اللحظة الأخيرة وينقذ الموقف تماما. بدر السليم في دفاع علي يرموك. هاشم عدنان اللي راجع لاستلام الكرة في وسط الملعب عن طريق ناصر الفيلجاوي، مقطوعة نايف زويد، مبارك الفنيني، بدر جمال إلى نايف زويد، تحضير مهدي دشتي، رجع الكرة إلى أليكس ليما مساعدده، قيادة بالتأكيد في المنطقة الدفاعية لمساعد. كرة أمامية من مساعد ولكن ما توصل إلى حسين الموسوي، تنقطع من أمامه وتعلق في الجولات الأخيرة خصوصا في المباراة الماضية أمام القادسية حسين الموسوي، وقلب النتيجة رأسا على عقب في مباراة دراماتيكية ومثيرة في الجولة الماضية، واللي قدر السالمية انه يخلص النقاط الثلاث ويفوز ويقلب الطاولة على القادسية في الوقت المحتسب كبدل ضايع سجل هدفين السالمية. رمية التماس للسالمية، التنفيذ عن طريق حمد القلاف، اقرب لمساعدة يرجعها إلى حارس مرمى نواف المنصور، إلى المدافع البرازيلي المميز سبق له اللعب لنادي كاظمة أليكس ليما، والآن مع السالمية يتميز بأنه متمكن في الرأسيات وأيضا متمكن في التسديدات من مسافات بعيدة، وأيضا أداء الدفاعي ممتاز وتحضيره واستلامه وتسليمه للكرة على أعلى مستوى. أليكس ليما ركلة المرمى، هذا هو محمد الهويدي، وهذه الفرصة الأخطر حتى الآن في هذه المباراة. رأسية باتريك فابيانو غير اتجاهها مساعدة، على الرغم من ذلك عبد الله ماجكي بتميز يقدر يخلص الموقف ويحمي فريقه من أول أهداف المباراة. مهدي دشتي يرجعها إلى حارس مرمى نواف المنصور، مساعدة والله يعني تنافس كبير جدا في بطولة الدوري لهذا الموسم. إذا ما عدنا لهذه الجولة المباريات التي سبقت هذه المباراة، العربي يعود إلى سكة الانتصارات بفوزه على الشباب 3-0، القادسية يتعثر أمام الفحيحيل ويفقد النقاط للجولة الثانية على التوالي، والتضامن يخسر أمام كاظمة بنتيجة 4-2 في مباراة مثيرة بالأمس. مباراة قبل هذه المباراة أيضا مباراة قمة كانت بين الكويت والنصر، فاز الكويت على النصر بصعوبة 1-0، بالتالي يعني نقدر نقول الرابح الأكبر في هذه الجولة هو الكويت وكاظمة،
والعربي. كويت وكاظمة محافظين على مراكزهم، كاظمة في المركز الأول، الكويت في المركز الثاني، والعربي يرتفع في الترتيب ويصل بالتأكيد إلى المنافسة على الصدارة. السالمية إذا ما فاز في مباراة اليوم فإن الأمور ستشتعل تماما في مقدمة الترتيب، وسيدخل منافس صريح على اللقب. ونحن الآن في الجولة السابعة وباقي جولتين على القسم الأول 9 مباريات، والقسم الثاني 9 مباريات أخرى بإجمالي 18 مباراة في الدوري. رمية تماس للسالمية، بدر جمال إلى محمد لهويدي، ساعد ددا استلم ويتقدم يلعب الكرة العرضية حلوة من مساعد، ولكن استخلاص دفاعي في لمسة يد، في لمسة يد حكم اللقاء قريب جدا، الحكم المميز وصاحب الخبرة وصاحب الهدوء والقيادة في أرضية الملعب حكم اللقاء عمار اشكناني. شوف الكرة العرضية ولمسة اليد كانت واضحة عن طريق نايف زويد، واستفاد منها، وضع اليد ما كان بالشكل الطبيعي، بالتالي قرار صحيح عن طريق حكم اللقاء عمار اشكناني. خطأ لمصلحة اليرموك، التنفيذ أحمد الفضلي، كرة طويلة هاشم عدان، في خطأ هجومي، في خطأ هجومي ضد رافائيل أدلبرتو، مهاجم هذا هو الكولومبي كارلوس أندريس خطير. هذه هي الكرة الماضية، شوف الدفع واضح، قرار صحيح، والتصوير والكاميرا تثبت يعني وتغني عن الكلام في الكثير من الحالات. أليكس ليما، بدر جمال استلام بتقدم، بارك الفنيني حاول، يا سلام مهارة فردية، صناعة هجمة، بارك الفنيني مرة أخرى إلى مهدي دشتي، حلوة، يا سلام تبريرات البينية القصيرة، مراوغة ممكن العرضية، ولكن كرة العرضية، يا سلام حلوة الرأسية، حسين الموسوي بعيدة تماما عن مرمى الحارس أحمد الفضلي، هجمة منظمة، هجمة جميلة للسالمية اللي يلعب كرة جميلة وحلوة منذ استلام الجنرال المدرب القدير والكبير محمد إبراهيم صاحب الألقاب الأسطورية بالتأكيد في عالم كرة القدم الكويتية. ألقاب يعني من الصعب أن تتكرر لأي مدرب آخر في عالم كرة القدم الكويتية. كرة طويلة لأحمد الفضلي، أقرب لأحمد شبيب، تعرض للعرقلة والخطأ، قرار صحيح 100%، اعتذار جميل جدا حسين المسوي، روح رياضية عالية تماما بين لاعبي الفريقين، قرار صحيح والخطأ موجود والاعتذار موجود أيضا، وحكم اللقاء بقرار حاسم وصفارة واضحة بوجود الخطأ. هاشم عدان في كرة طويلة لكارلس أندريس، ما توصل، إبعاد عن طريق أليكس ليما، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية التماس لليرموك. اليرموك عنده الأسلحة الهجومية بوجود رافائيل أدلبرتو كمهاجم صريح برازيلي قناص، وأيضا أحمد شبيب اللاعب الصاعد واللاعب المميز في الأداء الهجومي، بالإضافة إلى المشاكس والمزعج كارلس أندريس. كرة عرضية، هاشم عدان يبحث عن التسديد على الطاير، تنقطع من أمامه، تغطية موجودة سهلة لحارس المرمى أحمد الفضلي بهدوء إلى زميله حمد السعيد. حمد السعيد سلم، حضر تمريرة خاطئة في وسط الملعب، لا زالت، يا سلام يا سلام، حلوة حلوة حلوة، نواف المنصور يخلص من أمام المشاكس كارلس أندريس، تغطية دفاعية وإتاحة فرصة، حكم اللقاء يعود يطلق الصفارة بوجود الخطأ والراية والتسلل على كارلس أندريس. في البداية ما أعطى الصفارة، ولو أنه يعني ما في تسلل ولا لا، بالنهاية القرار للحكم المساعد الأول محمد أشكراني يقول في تسلل، ولو أنه يعني بالنهاية ما في أي تأثير لقرار حكم اللقاء،
نواف المنصور بالسلامة، نتمنى أن يستطيع أن يواصل حكم اللقاء في العودة. يعني هل هناك في شيء في الفار؟ حكم اللقاء يشير باستمرار اللعب، ما في شيء. أليكس ليما ساعد ددا على الأرض إلى محمد الهويدي. أليكس ليما ساعد ددا. أليكس ليما هذه الكرة الماضية، إنقاذ دفاعي، إبعاد بالرأس، ما في لمسة يد عن طريق حمد القلاف، بالتالي قرار صحيح 100% عن طريق حكم اللقاء. حمد القلاف يخلص، يلعبها لباتريك فابيانو بالكعب، ولكن قراءة دفاعية. حمد السعيد ساعددة أيضا بقراءة دفاعية وبالخبرة، يا سلام ساعددة، الله على الحرية والتقدم الآن. لا طويلة طويلة، ولكن شوف مساعد هو اللي استلم وحضر وهيأ، ولكن التبريرة ما قبل الأخيرة قبل لا توصل إلى مساعد بن نايف زويد، تبريرة طويلة واعتذر منه نايف، ويعني أداء جميل حتى الآن في هذه المباراة في الدقائق الأولى من شوط المباراة الأول. انتهت فترة جس النبض، الآن برازيلي مع برازيلي، الصورة تبين لك رافائيل أدلبرتو المهاجم البرازيلي في تحت رقابة أليكس ليما المدافع البرازيلي. أحمد الفضلي في كرة طويلة، ساعدد تغطية رأسية. حمد السعيد إبعاد الكرة قبل لا توصل إلى المشاكس المشاغب باتريك فابيانو، دائما حاضر الجنرال محمد إبراهيم مراقب ويعطي تعليمات لحظة بلحظة. رمية التماس للسالمية، تنفيذ عن طريق حمد القلاف. ارجاع الكرة إلى الخلف، ساعد أليكس ليما. بدر جمال يحضر إلى مبارك الفريني، مبارك الفريني في كرة عرضية ولكن ممتازة عن طريق بدر السليم يشيلها. مهدي دشتي تبرير البي، السلام ثلاثية مثلث، يا حلوة حلوة الكرة العرضية نايف زويد ولكن تنقطع، يا سلام على المثلث الهجومي للسالمية، ظهور اللاعبين بشكل مميز لبعضهم البعض بشكل ممتاز للسالمية وإرباك لدفاع اليرموك. شوف التبريرات الثلاثية حلوة حلوة حلوة، الله بشكل جميل جدا، وحرية هجومية لعدد من اللاعبين للسالمية في التحركات. محمد الهويدي تقدم في منطقة الجزاء، الرأسية تمر من الجميع، حسين الموسوي تسديدة، ولكن صاحب تسديدات حسين الموسوي خطأ من حارس المرمى في إبعاد الكرة بالبوكس، ولكن في راية وفي تسلل، صفارة عن طريق حكم اللقاء والراية عن طريق الحكم المساعد الثاني طلال الشمري. هذا هو أحمد القلاف، أحمد الفضلي، هذه التسديدة، نعم التسلل موجود، دامنا اشترك مع حارس المرمى أو أثر على قرار حارس المرمى بالتأكيد متواجد في التسلل كان مبارك الفريني في الكرة اللي فاتت. أحمد الفضلي في كرة طويلة، هاشم عدان في وسط الملعب، رافائيل أدلبرتو تنقطع، محمد الهويدي، يا سلام تعثر فيها ما أخذها بالشكل اللي يبيه لاعب فنان مبارك الفريني، حاول يأخذها والكرة سابقتها شوي، حاول يأخذها ويحطها أمامه ولكن ما نجح فيها، ولكن الفكرة جميلة. نواف المنصور سهلة من كارلس أندريس، يلعبها طويلة أمامية لباتريك فابيانو ما توصلها. كارلس أندريس الكولومبي المزعج راح يكون يعني مصدر قلق لدفاع السالمية طوال هذه المباراة. حسين الموسوي إلى حمد القلاف، حسين الموسوي كرة العرضية، ولكن حمد السعيد يقراها صح، حسين الموسوي مرة ثانية، ولكن التبريرة أيضا خاطئة من نايف زويد، سهلة لحارس المرمى أحمد الفضل. حسين الموسوي لعب
خبرة، لاعب مميز، لاعب هداف، لاعب صاحب تسديدات، لاعب واثق من نفسه في ركلات الجزاء، في الكرات الثابتة، لاعب عنده هدوء أعصاب وقادر على ترجمة الفرص في اللحظات العصيبة، في اللحظات اللي بعض اللاعبين يتردد ممكن من تسديد كرة، حسين الموسوي عنده الشجاعة وعنده القدرة لتقدم التسديد. عبد الله ماجيك كرة أمامية، ولكن أليكس ليما يقطعها، مهدي دشتي يحضر غير السرعة، ما في لاعب متقدم، مهدي دشتي يفتح لعب إلى مبارك الفنيني، تراجع فيها مبارك إلى محمد الهويدي اللاعب المحوري في وسط الملعب، لاعب له دوره الدفاعي والهجومي ودوره أكثر في توازن الفريق، هذا هو محمد الهويدي ابن اللاعب الدولي السابق لمنتخبنا الوطني ولاعب نادي السالمية جاسم الهويدي، على خطى أبيه بالتأكيد في الأداء وتثبيت أقدامه أساسيا مع السالمية لسنوات الآن. ركلة المرمى لليرموك، تنفيذ عن طريق أحمد الفضلي، يلعبها طويلة أحمد الفضلي، كارلس أندريس طالت عليه، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، رمية التماس للسالمية، كل الفريقين طموحات كبيرة، قلنا بأن السالمية طموحاتها في اللحاق بركب الصدارة بعد فوز الكويت وكاظمة والعربي في هذه الجولة. على ناحية الأخرى اليرموك يرغب بتحقيق نقاط ثلاث ثمينة راح تكون جدا. حمد القلاف، حسين الموسوي استلم ويتقدم، يا سلام الكرة العرضية، ولكن تمركز ممتاز من بدر السليم، شيلها إلى رمية تماس للسالمية. أحمد حيدر المدرب الوطني المميز والغلوق وصاحب تعليمات ورؤية واضحة، يحتاج إلى وقت لوضع بصمته بالتأكيد على الفريق. ساعد دب الرأس مقطوعة، كارلوس أندريس لمسة واحدة، هاشم عدان في كرة طويلة لمحمد العطار، ولكن تغطية موجودة، محمد العطار تنقطع من أمامه، أقرب إلى نايف زويد أو إلى مهدي دشتي، نايف زويد، مهدي ساعدده، جماهير السالمية حاضرة تشجع وتتابع وراغبة بالتأكيد في تحقيق نتيجة إيجابية تدفع بالفريق إلى التنافس الكبير في الصدارة. باتريك فابيانو لمسة واحدة، نايف زويد، محمد الهويدي ساعد محمد القلاف، استلم ويتقدم، يبحث عن البينية، تغطية موجودة، اليرموك يغطي بكل لاعبينه في الثلث الأخير من الملعب. مبارك الفريني تنقطع من أمامه عن طريق المجتهد محمد العطار، هاشم عدان كابتن وقائد الفريق، كرة طويلة ولكن سهلة تماما لحارس المرمى نواف المنصور. نواف المنصور إلى مساعدته أليكس ليما، مهدي دشتي ساعدده على الأرض، نايف زويد مراقب تماما يضطر أن يتراجع، نايف زويد، مهدي دشتي، حمد القلاف تعرض للعرقلة والخطأ، حمد القلاف صفارة موجودة عن طريق حكم اللقاء، خطأ للسالمية، حكم اللقاء عمار اشكناني واضح أمامكم في الصورة، الخطأ الواضح والاعتراض عن طريق ناصر الفلجاوي. ساعدده أليكس ليما
يلعبها كرة بعيدة تماما في الأوت، يحتاج السالمية في ظل عودة كل لاعبي اليرموك إلى تنويع المصادر الهجومية. اليرموك على ناحية الأخرى، حكى لاعب اليرموك محمد العطار يقول أن الكرة الهواء فيها قليل، بالتالي الحكم المساعد يتأكد من ذلك. إذن يعني هو هي المسألة تقديرية بالتأكد من مستوى الهواء داخل الكرة. أقرب للسالمية بدر جمال، تبريرة البينية باتريك فابيانو، حلوة 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 الانطلاقة، ولكن التغطية عن طريق محمد العطار، قلنا اللاعب المجتهد محمد العطار يغطي، يتعرض للعرقلة والخطأ والصفارة عن طريق حكم اللقاء عمار اشكناني. حكم اللقاء هذه الكرة الماضية الخطأ الهجومي ضد بدر جمال لمصلحة محمد العطار، خطأ لمصلحة اليرموك، التنفيذ عن طريق حارس المرمى أحمد الفضلي. اليرموك يسير الورات بالطريقة اللي يريدها بعد مرور 25 دقيقة دوري STC للدرجة الممتازة، الجولة السابعة في هذه المسابقة، المباراة الخامسة والأخيرة في هذه الجولة بعد مرور 4 مباريات كاملة في هذه الجولة التي بدأت أمس الأول بلقاء العربي والشباب في الأمس، القادسية والفحيحيل وتضامن وكاظمة، اليوم قبل هذه المباراة الكويت والنصر. طبعا العربي فاز على الشباب 3-0، القادسية تعادل مع الفحيحيل 1-1، وكاظمة فاز على التضامن 4-2، الكويت فاز على النصر 1-0 في جولة يعني فيها الأهداف وفيها ما فيها أي مباراة انتهت بالتعادل السلبي. لذلك نتمنى يعني هذه المباراة تستمر على نهج بقية المباريات ونشوف فيها الأهداف والمتعة والإثارة في متابعتنا لهذه المباراة معكم أعزائي المشاهدين الكرام من تلفزيون دولة الكويت والقناة الرياضية. كارلوس أندريس حاول مرت انقطع من أمامه، باتريك فابيانو دائما محاصر معزول، تبرير سريع مبارك الفريني، سلم وسوي، محمد الهويدي في وسط 3 لاعبين محاصر تماما، وهم تاركين له الفرصة. اليرموك يضيق المساحات بشكل كبير جدا في الثلث الأخير من الملعب. أليكس ليما ساعد ديدا، محمد القلاف أو مهدي أشكناني في كرة طويلة لباتريك فابيانو، الفكرة صح ولكن التبريرة طويلة على باتريك فابيانو، الكرة إلى خارج أرضية الملعب بركلة مرمى لمحمد إبراهيم، أيضا نجم منتخبنا الوطني سابقا محمد إبراهيم، وتألق تألق كبير جدا اللي ذكر في دورة الخليج 10 اللي أجريت في الكويت وفي استاد الصداقة والسلام على وجه التحديد، وفي المباراة الأخيرة أمام الإمارات على وجه الدقة، تألق كبير جدا إذا ما خانت الذاكرة، سجل في تلك المباراة 4 أهداف. سالمية بارك الفريني طالت عليه، تغطية عن طريق هاشم عدان اللاعب المحوري والمهم في وسط الملعب في ارتكاز وسط الملعب. يا سلام بالكعب من حسين الموسوي، حمد القلاف، أليكس ليما، هذه هي الطريقة اللي يرغب فيها اليرموك بالتأكيد. شوف البطء في التحضير للسالمية يعطي اليرموك القدرة والسيطرة على العودة لإغلاق المنافذ الدفاعية بالشكل الصحيح. مساعد ده يعتمد على الكرة، يا سلام حلوة من مساعد إلى نايف زويد، مهدي دشتي، نايف زويد، مهدي دشتي إلى مساعد، حمد القلاف، البحث عن الثغرة في دفاع اليرموك، محمد الهويدي في كرة طويلة بعيدة تماما عن بدر جمال، الكرة إلى خارج أرضية الملعب بركلة المرمى. مساعدة هنا القيادة، شوف اللاعب القائد دائما، كابتن وقائد الفريق دائما يعطي تعليمات في كل لحظة من لحظات المباراة،
جانب من المهارات الفردية لمساعدة، وجانب من التعليمات المستمرة والتمريرة بالكعب الجميلة جدا عن طريق حسين الموسوي اللاعب الفنان. ركلة المرمى لليرموك تنقطع في النص، نايف زويد في الزحمة العددية تنقطع من أكثر من فريق، مرة الناحية هذه ومرة الناحية هذه. يا سلام حسين الموسوي بشكل جميل، مهدي دشتي تنقطع، مطالبة بوجود خطأ لمصلحة حسين الموسوي. لازال طايح في أرضية الملعب كارلس أندريس، أحمد شبيب حاول إمار ولكن مساعد دده يشيلها، لازالت الخطورة لليرموك. أحمد شبيب كرة العرضية والإنقاذ الدفاعي، بعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية طايح حسين الموسوي. إنذار لعبد الله ماجكي، هو الإنذار الأول في هذه المباراة. إنذار عبد الله ماجكي هو الإنذار الأول في هذه المباراة. حسين الموسوي يقول له يعني فاول، حكم اللقاء يقول له أنا أعطيته تحت فرصة وانقطعت من مهدي دشتي. حكم اللقاء، والدليل أن حكم اللقاء رجع وأعطى الإنذار لعبد الله ماجكي لتدخله القوي على حسين الموسوي. ركلة ركنية لليرموك. محمد الهويدي سلامة، تنفيذ عن طريق عثمان الدوسري، ركنية عثمان الدوسري في وجود أدلبرتو كارلس أندريس. عثمان الدوسري ينفذ كرة غير دقيقة، منخفضة تماما، ما تشكل أي خطورة على مرمى الحارس نواف المنصور. الكرة العرضية أو من الركنية تحتاج أن يكون فيها ارتفاع، وإذا تبي تلعبها منخفضة تلعبها ناحية لاعب مركز عليه أو ثبته متواجد في منطقة الجزاء وفي الستة ياردة. رمية تماس لليرموك، التنفيذ عن طريق عبد الله ماجكي ينفذ ولكن بعيدة تماما عن أحمد شبيب. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة المرمى للسالمية. شوط المباراة الأول بدأ بداية نوعا ما قوية للسالمية من ناحية الضغط ومن ناحية ارتحصل على فرصة خطيرة السالمية وبعدت كرة أيضا من على خط المرمى، ولكن هدت الأمور تماما من بعد ذلك، ونوعا ما اليرموك أصبح هو اللي يسير المباراة بطريقته. ساعدده تراجع فيها إلى حارس مرمى نواف المنصور، هذه الكرة الماضية. أدلبرتو ومطالبته بوجود خطأ، ساعدده محمد الهويدي مضغوط عليه، تعرض للعرقلة والخطأ. محمد الهويدي سلامة لمحمد الهويدي، استئناف اللعب عن طريق السالمية في لمسة يد على أحمد خالد شبيب، والخطأ لمصلحة السالمية. خطأ لمصلحة مساعدة والسالمية، تنفيذ مساعدة محمد الهويدي، كرة طويلة عبد الله ماجكي، حمد القلاف، مبارك الفريني حاول فيها، مبارك مبارك مبارك، لاعب ضد لاعب. يا سلام كرة العرضية حلوة ولكن انقاذ محمد العطار وبدر السليم، اكمال الانقاذ وتسديده سهلة تماما عن طريق محمد الهويدي الى خارج ارضية الملعب، ركلة المرمى لمصلحة اليرموك. ركلة المرمى اليرموك، التنفيذ عن طريق احمد الفضلي، هذا هو مبارك الفريني، مهارة فردية جميلة، كرة عرضية كانت ممتازة ولكن ما في اي لاعب متمركز في المكان الصحيح لمتابعة الكرة العرضية المتقنة كانت من مبارك الفريني. احمد الفضلي كرة طويلة، حسين الموسوي في وسط الملعب، مهدي دشتي لمساعدته،
اقرب لليرموك. عبد الله ماجكي، بدر السليم، محمد العطار، تراجع فيها الى بدر السليم، حمد السعيد، تبريره البينيه مقطوعه من حمد القلاف. الان وين الهجمه المرتده السريعه؟ الانطلاقه الان السريعه، ولكن خبره والتوقيت الصحيح والسليم عن طريق احمد الفضلي يقرا الكره بالمكان الصحيح والتوقيت الصحيح ويستحوذ على الكره بشكل ممتاز. ناصر فيلتشاو في وسط الملعب، عبد الله ماجكي، حمد السعيد، هاشم عدان، كرة طويلة من هاشم عدان، حسين الموسوي تراجع فيها، حمد القلاف لعبها أمامية لباتريك فابيانو، معزول وحيد في وسط اثنين من المدافعين، بالتالي تتخلص من أمامه بسهولة. ناصر فيلتشاوي، عبد الله ماجكي لعبها اماميه، يقطعها مساعد مبارك الفريري، باتريك فابيانو حلوه يتركها بشكل ممتاز، بدر جمال، بدر جمال الكره العرضيه ولكن منخفضه ما هي بالمستوى الصحيح، بالتالي يخلصها بشكل جيد. بدر السليم، مساعد دده، محمد الهويدي، أليكس ليما إلى مساعد، مساعد في كرة طويلة، محمد العطار في المكان الصح، كرة الأمامية، السلام حلوة، مهدي دشتي المتقدم، مبارك الفريني يبحث عن فرصة للتسديد، يحضر مرة ثانية، كرة عرضية، نايف زويد ولكن تنقطع ترجع، الخطورة لا زالت قائمة، مهدي دشتي ممكن إلى نايف زويد، نايف زويد حضر نفسه يلعب الكرة العرضية، خلص كارلوس أندريس اللي راجع للمساندة الدفاعية يشيلها إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية لمصلحة السالمية. جانب من جماهير السالمية حاضرة واللي تشجع وعاملة أجواء والله جميلة في أرضية الملعب، ركلة ركنية للسالمية. نايف زويد اختصاصي في الكرات الثابتة، نايف زويد يبحث عن رأس مساعد دده أو باتريك فابيانو أو أليكس ليما، تسديده ولكن تمركز دفاعي في مواجهة المرمى، هجوم المرتد السريع الآن، تغطية من حمد القلاف يرجعها إلى حارس مرمى نواف المنصور. والله يعني أي كرة مرتدة بهذه الطريقة يصيدها كارلوس أندريس فإنه يعني دفاع السالمية راح يكون في حالة استنفار. هاشم عدال تبريرة خاطئة في النص، بارك الفريني، حسين الموسوي، أليكس ليما، بدر جمال في كرة طويلة، تغطية من عبد الله ماجكي، بارك الفريني معاه كارلوس أندريس، شيلها عبد الله ماجكي إلى خارج أرضية الملعب، ربية تماس للسالمية، هذا هو مبارك الفريني نجم نادي السالمية ومنتخبنا الوطني. حسين الموسوي، حمد القلاف أقرب لي محمد الهويدي، أليكس ليما يلعب كرة أمامية، أليكس ليما، باتريك فابيانو، تغطية في اللحظة الأخيرة عن طريق بدر السليم، وفي راية في تسلل عن طريق الحكم المساعد الثاني طلال الشمري اللي واضح أمامكم في الصورة أعزائي المشاهدين الكرام، لحظة تبرير الكرة قرار صحيح 100% وجود تسلل، ولكن أيضا بدر السليم كان ممتاز جدا في التغطية في اللحظة الأخيرة. عبد الله ماجكي، حمد السعيد راجع فيها الى احمد الفضلي، تعادل ما يخدم الفريقين، ممكن يعني اليرموك نقطه من السالميه على ملعب السالميه تكون يعني لها قيمتها، ولكن التعادل بالتاكيد ما يخدم السالميه.
في صراعه ورغبته في التقدم وتسلق الترتيب، وهو الآن يعني حقق نتائج إيجابية في الجولات الأخيرة. بارك البريني تنقطع، هجوم المرتد السريع، ناصر الفلجاوي استلام بمحاولة مرور بحث على العرضية، السلام العرضية عرضية نواف المنصور يخلص، لا زالت الخطورة، خطأ هجومي، خطأ هجومي من أحمد شبيب المشاغب، والله لاعب سريع، لاعب مميز، لاعب عنده الرغبة، عنده الإصرار، شوف عنده الإصرار، مر من أليكس ليما ولعب كرة حاول يصيدها يعني زاوية ضيجة، في المرة الثانية أيضا حاول يأخذ الكرة ولكن قام بعرقلة بدر جمال، والخطأ صحيح والقرار عن طريق حكم اللقاء عمار أشكناني. في لاعب طايح في أرضية الملعب محمد لهويدي، سلامة لمحمد لهويدي المرة الثانية، نتمنى له السلامة والعودة والمشاركة مع فريقه مرة أخرى في هذه المباراة. السالمية في الجولة الماضية فاز على القادسية 3-2 وقلب الأمور تماما، في الجولة اللي قبلها تعادل مع التضامن 2-2، اللي قبلها فاز على الكويت 1-0 يعني محقق، واللي قبلها تعادل مع العربي 2-2 يعني نتائج إيجابية أمام فرق كبيرة، يعني السالمية مقدم أداء مميز. تعثر الوحيد كان للسالمية هو خسارته في الجولة الأولى أمام النصر 3-2 جانب من المشاورات ومشاورات اللاعبين في هذه المباراة. على الناحية الأخرى اليرموك يعني بدأ مشواره بخسارة أمام الكويت 4-2 ومن بعد ذلك خسارة أمام كاظمة 3-1 ومن بعدها أيضا خسارة أمام التضامن في الجولة الثالثة 2-1، خسارة أيضا في الجولة الرابعة أمام النصر 1-0 وأيضا خسارة أمام القادسية في الجولة الخامسة، يعني أول خمس مباريات خمس هزائم لليرموك. الجولة الماضية أول انتصار لليرموك على حساب الشباب 1-0. خطأ لمصلحة السالمية، محمد لهويدي يطلع يستكمل العلاج خارج أرضية الملعب، سيجري ممكن السالمية، شوف جاهزية اللاعب محمد لهويدي هل يستطيع أن يعود إلى أرضية الملعب، نتمنى له السلامة ونتمنى له العودة والمشاركة مع زملاء مرة أخرى في هذه المباراة. باتريك فابيانو بالرأس، هاشم عدان بالكعب حلوة، كارلوس أندريس، كارلوس أندريس إلى هاشم عدان، هاشم عدان كرة عرضية وين؟ بعيدة كل البعد، ما هي دقيقة وبعيدة تماما عن مرمى الحارس نواف المنصور وأيضا عن زملائه. ركلة المرمى للسالمية، جانب من متابعين لهذه المباراة، ركلة المرمى للسالمية الآن، تنفيذ عن طريق نواف المنصور، حكم اللقاء يقول له العب، هو يعني يبي ينتظر التبديل، تنفيذ ركلة المرمى، مساعدة إلى أليكس ليما، أقرب مبارك الفريني يحاول يمر، تنقطع من أمامه في وسط الملعب، هاشم عدان، رافائيل أدلبرتو، كرة أمامية ولكن مقطوعة، مساعد بسهولة يغطي، محمد القلاف يلعبها أمامية لباتريك فابيانو، مهدي دشتي، باتريك فابيانو، شوف الضغط من اليرموك في وسط الملعب، تغطية دفاعية كبيرة لليرموك في وسط الملعب، مساعد، كرات مقطوعة من الفريقين، وصلنا لآخر دقيقتين في الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. أعزائي المشاهدين الكرام من تلفزيون دولة الكويت والقناة الرياضية، محمد لهويدي يعود إلى أرضية الملعب، نايف زويد يلعبها حلوة، بارك الفريني كرة العرضية، يا سلام تفاجأ فيها، تفاجأ فيها باتريك فابيانو، ما كان متوقعها نهائيا، ما توقع ان الكرة توصل بهذه السهولة،
ولكن التبريرة الأولى كانت جميلة من نايف زويد لمبارك الفريني، ومبارك الفريني عملها بالعرض ولكن ما توقعها باتريك فابيانو. بدر جمال كرة عرضية أقرب لمحمد لويدي، سلم وسوي، حمد القلاف سلم وسوي، كرة العرضية حلوة حلوة ولكن تغطية بدر السليم، ناصر الفلشاوي، هاشم عدان لكارلس أندريس، ساعد بالخبرة والتمركز. يعني المدافع لما يكبر بالسن صح ممكن حركته تقل لياقته تقل، ولكن تمركزه يصير أحسن بالإضافة طبعا إلى خبرته. الخبرة تخليه يتمركز في المكان الصحيح وتخليه يقرأ الكرة ويقرأ الهجمة بالشكل الصحيح. محمد إبراهيم ما هو راضي بالتأكيد على أداء فريقه حتى الآن في شوط المباراة الأول. تغطية من أحمد شبيب، محمد العطار، كرة طويلة من محمد العطار. دقيقة كوقت محتسب بدل ضايع عن طريق حكم اللقاء، يعلن عنها الحكم الرابع داود العبدالله. دقيقة واحدة كوقت محتسب بدل ضايع، انتهى الوقت الأصلي في شوط المباراة الأول، وتعادل السلبي لا زال يفرض نفسه في هذه المباراة. ساعد مهدي دشتي، حمد القلاف تقدم فيها حمد، لا هي تمريرة ولا هي عرضية ولا هي محاولة مراوغة. هذه الكرة الماضية اللي تفاجأ فيها باتريك فابيانو، هاشم عدان تسبب يعني كاد أن يتسبب بهدف في مرمى فريقه، شوف شلون حطها أمام باتريك فابيانو، ولكن يحسب لي حمد السعيد تمركز ممتاز وتغطية في المكان الصح ورقابة لصيقة لباتريك فابيانو. في بداية شوط المباراة الثاني في هذه اللحظات إطلاق صافرة بداية شوط المباراة الثاني عن طريق حكم اللقاء عمار أشكناني. هناك تغيير لليرموك فيما بين الشوطين، دخول عذبي شهاب بديلا عن رافائيل عادل بيرتو لليرموك في شوط المباراة الثاني، تغيير بلاعب مهاجم مكان مهاجم ورغبة بتفعيل الأدوار الهجومية ممكن أو تهديد مرمى الحارس نواف المنصور. أقرب لي اليرموك، محمد العطار استلم يتقدم يبحث عن التبريرة البينية ولكن التغطية موجودة. بدر جمال الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة المرمى للسالمية، ركلة المرمى للسالمية التنفيذ عن طريق نواف المنصور، هيئها لمساعد إدا. شوط المباراة الأول كان فيه الأداء متوسط من الفريقين، اليرموك يلعب بطريقته بأسلوبه بتغطية الجوانب الدفاعية بشكل كبير، والسالمية كان يبحث عن هدف ولكن بالنهاية الأداء كان نوعا ما مغلق في شوط المباراة الأول. شوط المباراة الثاني نتمنى يكون أفضل أجمل، نتمنى نشوف الأهداف في شوط المباراة الثانية. السالمية وبالتأكيد البحث عن الوصول إلى النقطة الرابعة عشر، وهو حاليا يحتل المركز الرابع ب 11 نقطة في الترتيب، بينما على ناحية الأخرى اليرموك يبحث عن النقاط الثلاث للابتعاد عن المركز الأخير، حتى إذا ما حصل نقطة فإنها بالتأكيد تعتبر نقطة جيدة في مواجهة السالمية على ملعب السالمية، مباراة تنقلها لكم من استاد ثامر لنادي السالمية الرياضي في استضافة رائعة تماما لهذه المباراة. بدر جمال، السالمية، بارك الفريني إلى باتريك فابيانو، وحاصر يلعب كرة طويلة، لحق عليها ولا لا؟ ما يلحق عليها، يشيلها حمد السعيد باقتدار إلى رمية تماس، هذا هو حمد السعيد شيلها، رمية تماس للسالمية، مبارك الفريني أتعرض للعرقلة والخطأ عن طريق محمد العطار، حكم المساعد الأول محمد أشكراني قريب ويرفع الراية ويعطي طبعا واضح الخطأ واضح، قرار صحيح 100% عن طريق الحكم المساعد الأول، طبعا الصفارة عن طريق حكم اللقاء عمار أشكراني.
ولكن يبقى الحكم المساعد له دوره المهم في عالم كرة القدم. خطأ للسالمية التنفيذ عن طريق نايف زويد اللي يقول لي الحكم المساعد يقول له يعني هذه مو 10 ياردات. يلعب الكرة العرضية، محمد العطار يشيلها، تسديدة، الله! مباشرة من حسين الموسوي تمار إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس أحمد الفضلي. جاهز حسين الموسوي، حاضر ومحضر نفسه، شوف جاهز ومثبت نفسه وحطها صح، والله حطها صح، منزل قدمه وماخذ الكرة من فوق ومثبتها، يبي يصيد الزاوية اليسار لمرمى الحارس أحمد الفضلي ولكن تنحرف عن القائد. أخطر الفرص في بداية شوط المباراة الثاني للسالمية، الشوط الأول أيضا كانت فيه بعض المحاولات للفريقين على وجه الخصوص كانت للسالمية. نايف زويد له دوره الهجومي بالتأكيد، يعني هناك مبارك الفريني، نايف زويد، سيل موسوي وباتريك فابيانو رباعي للسالمية خطير، بينما اليرموك عذبي شهاب، أحمد شبيب وكارلوس أندريس، عثمان الدوسري أيضا رباعي هجومي للسالمية. نلاحظ أن تقدم ظهراء الجم لليرموك محسوب تماما سواء لعبد الله ماجيكي أو محمد العطار، بينما السالمية نوعا ما الظهيرين عندهم حرية أكبر للتقدم في بعض الأحيان اللي هما بدر جمال وحمد القلاف. بدر جمال، أليكس ليما، ساعد إدا، ساعد إلى أليكس ليما، بدر جمال، تغطية للاعبي اليرموك في وسط الملعب، ما في ترك للمساحات في وسط الملعب، تكثيف عدد اللاعبين لليرموك. الجولة القادمة السالمية راح يواجه الفحيحيل، وعلى الناحية الأخرى اليرموك عنده مواجهة صعبة تماما أمام العربي. ساعد ده في كرة طويلة، باتريك فابيانو إلى نايف زويد، نايف زويد يهيئها لحمد القلاف، حلوة لنايف زويد، العرضية والعرضية يشيلها عبد الله ماجيكي إلى ركلة ركنية للسالمية اللي ضاغط في بداية شوط المباراة الثانية. تبادل المراكز فيما بين نايف زويد ومبارك الفريني سواء على الناحية اليمين أو الناحية اليسار أو في بعض الأحيان يدخلون في العمق. نايف زويد الكرة العرضية، محمد الهويدي، هاشم عدان يغطي، كارلوس أندريس لو صادها ما يتركها أبدا، بدر جمال تعليمات بالتأكيد لعدم ترك هذا اللاعب الكولومبي السريع في التحصل على الكرة. محمد الهويدي تتخلص من أمامه، ساعدده شيلها إلى نايف زويد، تنقطع من أمامه عن طريق عبد الله ماجيكي، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية التماس للسالمية، مهدي دشتي إلى حمد القلاف، استلم ويتقدم، عبد الله ماجيكي معاه، شيلها من أمامه، يتفوق عليه عبد الله ماجيكي، كرة طويلة يغطي أليكس ليما بالرأس، محمد الهويدي حلوة حسين الموسوي ولكن تقطع من أمامه، هاشم عدان، نشوف منو الفريق اللي راح يسجل الهدف الأول في هذه المباراة، هذا اللي نتمناه طبعا، ما نتمنى تنتهي المباراة بالتعادل السلبي. هاشم عدان، أحمد شبيب مقطوعة، محمد الهويدي تراجع فيها، مهدي دشتي مراقب يضطر للتراجع، أليكس ليما يحتاج الفريقين للنقاط، خلاص يعني انتهينا من مرحلة بداية الموسم اللي هي نقص اللياقة البدنية
نوعا ما عدم التفاهم والانسجام بين اللاعبين في أرضية الملعب. الآن وصلنا إلى مرحلة المفروض يعني كل فريق يكون في أوج عطائه ومستواه في أرضية الملعب. كارلوس أندريس، وهناك خطأ وإنذار. إنذار محمد الهويدي، هو الإنذار الأول على السالمية. إنذار محمد الهويدي، سحب واضح. محمد الهويدي سحب واضح وقرار صحيح 100% عن طريق حكم اللقاء عمار شكناني. كان في إنذار في شوط المباراة الأول على عبد الله ماجكي، وهذا هو إنذار طبعا على اليرموك في الشوط الأول، وهذا الإنذار الأول على السالمية في هذه المباراة. مباراة جميلة من الفريقين، متعاونين مع حكم اللقاء، نتمنى استمرار أداء الفريقين بهذه الطريقة. هاشم عدان بالرأس، محمد العطار إلى كارلوس أندريس. كارلوس أندريس يلعب الكرة العرضية، ولكن ساعدده الثقة والخبرة باترك فابيانو. يا سلام لحسين الموسوي، السرعة، الهجمة المرتدة سريعة، لو مر فيها خطورة. ما في زيادة عددية، يضطر للتراجع. لما ما تكون في زيادة عددية لزملائه وزيادة العددية موجودة لدفاع الفريق الخصم، يضطر أنه يتراجع، لأن تقدمه يعني غالبا فقدان الكرة. نايف زويد، شوف في وسط الثيم اللاعبين، زيادة العددية، تنقطع من الكرة. رمية التماس لليرموك بعد ما اصطدمت بنايف زويد. التنفيذ عن طريق عبد الله ماجكي. عبد الله ماجكي في رمية التماس، تنشال من أمامه إلى رمية تماس أخرى من نفس المكان تقريبا. عبد الله ماجكي، رمية تماس، ينفذ. أيضا خطأ في وسط الملعب. مباراة هادية، هناك بعض الفرص المتفرقة في المباراة بين لحظة وأخرى، بين كل خمس دقائق ثلاث أربع دقائق تشوف لك فرصة أو نص فرصة. بما عدا ذلك الأداء متوسط، والمباراة يعني ما فيها السرعة اللي كنا نتمناها أو نطلبها. تغطية دفاعية ممتازة عن طريق حمد السعيد، يحط جسمه أمام باتريك فابيانو، يمنع من متابعة التقدم. أحمد الفضلي لبدر السليم، ما في ضغط على بدر السليم. كارلوس أندريس، محمد العطار، محمد العطار يتقدم، الأرضية إلى كارلوس أندريس. أندريس أندريس يتعرض للعرقلة والخطأ المزعج. كارلوس أندريس، وإنذار لأليكس ليما. إنذار هو الثالث في هذه المباراة. أليكس ليما في الإنذار، حكم اللقاء في إشارة إلى وجود التبديل. تبديل، خروج محمد الهويدي ويدخل فهد مرزوق. فهد مرزوق بديلا عن محمد الهويدي في تغيير هو الأول للسالمية، محاولة نوعا ما ممكن تسريع الأداء، تنشيط وسط الملعب. خطأ في مكان خطر لليرموك، 20 ياردة، 22 ياردة عن مرمى الحارس. نواف المنصور واقف على الكرة، اللي هو عذبي شاب وأحمد شبيب. من اللي راح يسدد؟ أحمد حيدر طبعا، قرار عند المدرب، يعني عنده سلم أولويات للاعبين في تنفيذ الكرات الثابتة. بالتأكيد حكم اللقاء يقول ما ترفع إيدك فوق راسك، لأن إذا لمست إيدك وانت رافعها فوق الراس راح تكون ركلة جزاء. ارجاع الحائط البشري للمسافة القانونية 10 ياردات عن طريق حكم اللقاء. عذبي شهاب وأحمد شبيب، من اللي راح يسدد؟ أشوف الأقرب، أحمد شبيب. أحمد شبيب في الحائط البشري، أرضية سهلة
ما هي بمستوى الطموح في مثل خطأ بهذا المكان الخطر جدا. أحمد الفضلي إلى خارج أرضية الملعب، رمية أتماس، بدر جمال إلى فهد مرزوق في أول لمسة في هذه المباراة. كرة طويلة، باتريك فابيانو، يا سلام، حلوة، ممكن حسين الموسوي، ولكن تبريرة العرضية، الأرضية ضعيفة، وحكم اللقاء يعود إلى وجود تسلل. محمد العطار يتركها لحارس مرمى أحمد الفضلي. هذه الكرة الماضية هل فيها تسلل ولا لا؟ في النهاية القرار للحكم المساعد الأول محمد أشكناني. خطأ لمصلحة اليرموك. أحمد الفضلي، كرة طويلة، كارلوس أندريس بالرأس، عثمان الدوسري تنقطع من أمامه، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، شيلها من أمامه بدر جمال اللي واضح أمامكم في الصورة. بدر جمال رمية التماس لليرموك. قلنا من الشوط الأول بأن اليرموك يسير المباراة بطريقته، بأسلوبه، رتم المباراة بطيء وتغطية دفاعية، كثافة عددية في وسط الملعب، ما في هجمات خطيرة، ما في فتح لعب، ما في مساحات كبيرة. كارلوس أندريس تنقطع من أمامه، الرأسية من عذبي شاب، شيلها حمد القلاف، عبد الله ماجكي إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس للسالمية، حمد القلاف ينفذ رمية تماس إلى مهدي دشتي، إلى مساعد ددة، غير لعب، يرغب بتسريع اللعب والأداء، ولكن مضغوط على حسين الموسوي، تنقطع من أمامه أليكس ليما، كارلوس أندريس، كرة إلى خارج أرضية الملعب، يتركها أندريس إلى رمية تماس لليرموك. التنفيذ عن طريق محمد العطار. الله يعني اليرموك صحيح أنه في المركز الأخير وعنده 3 نقاط، ولكن قدم بعض المباريات بمستوى جميل وأداء مميز، وكانت له محاولاته في أكثر من مباراة. محمد العطار في وسط الملعب، كرة أمامية، عذبي شاب إلى كارلوس أندريس، عذبي شاب، هذا اللي كان يبحث عنه اليرموك، يبحث عن فرصة، يبحث عن لحظة. مساعد يقول لزملائه، يقول أبدا ما في أي تردد في مثل هذه الأماكن، في الكرة في مثل هذا المكان أبدا. حكم المساعد الثاني طلال الشمري إشارته بوجود التسلل. لحظة تبرير الكرة، هنا ما في تسلل. وين التسلل؟ ما نعرف. بالنهاية القرار بوجود التسلل عن طريق الحكم المساعد الثاني طلال الشمري. أقرب لبدر جمال، تبريرة خاطئة أيضا مقطوعة. محمد العطار يشيلها إلى خارج أرضية الملعب لسقوط اللاعب بدر السليم. بالسلامة لبدر السليم اللي نتمنى له العودة والمشاركة مع زملاء مرة أخرى في هذه المباراة. بالسلامة لبدر السليم. هذه الكرة الماضية، بدر السليم بالنهاية ما في أي خطأ عن طريق حكم اللقاء، ولكن روح رياضية عالية تماما من السالمية بإعادة الكرة، لأن لاعب اليرموك كان مصاب، وأبعدها محمد العطار إلى رمية تماس، رجع السالمية. محمد العطار في تنفيذ رمية تماس، تنقطع من أمام أحمد خالد شبيب، بدر جمال لباتريك فابيانو إلى مبارك الفليني، يا سلام، بينية من نايف زويد،
ولكن متأخر شوي باتريك فابيانو، متأخر شوي باتريك فابيانو. في لاعب طايح في أرضية الملعب، محمد العطار طايح في أرضية الملعب، أتمنى له السلامة العودة والمشاركة مع فريقه مرة أخرى في هذه المباراة. فهد مرزوق يقول له يعني ما سويت له شيء، والوقت يا حكم، الحكم يقول له الأمور عندي، ويعني شوف حط يده على صدره قال له يعني الموضوع عندي. هذه الكرة الماضية هل كان فيها خطأ على باتريك فابيانو ولا لا؟ بالنهاية محمد العطار، أتمنى له السلامة والعودة والمشاركة في هذه المباراة مرة أخرى مع زملاء. شوط المباراة الثاني الملاحظ بأنه روح رياضية عالية تماما، يا سلام ابتسامة بين نواف المنصور وواعد بشاب. الملاحظ في شوط المباراة الثاني بأن هناك في أكثر من لاعب طاح في أرضية الملعب، وهذا الوقت بالتأكيد راح يضيفه حكم اللقاء في نهاية هذه المباراة. وأيضا يعني الدقائق القادمة بالتأكيد راح تكون في تغييرات لكل الفريقين، خصوصا للسالمية الباحث عن النقاط الثلاث في ظل أداء أقرب لي أحمد الفضلي. إعادة الكرة بروح رياضية من السالمية، أحمد الفضلي يلعبها طويلة، أحمد الفضلي بالرأس، هاشم عدان، بدر جمال، أقرب، محاولة الآن للمرور والتسديد، تبرير البينية ولكن مقطوعة ما توصل، انطلاق الآن أحمد شبيب، الكرة العرضية أيضا خاطئة، أيضا خاطئة. الآن تغيير للسالمية، تغيير للسالمية، خروج حسين الموسوي، حسين الموسوي يطلع، لاعب قناص هداف قادر على تغيير النتيجة في أي لحظة، يطلع ويدخل بداله الكرة العرضية، عبد الله ماجكي مساعد يشيلها، تسديدة بعيدة تماما عن المرمى، تسديدة بعيدة تماما عن المرمى عن طريق كارلوس أندريس، كارلوس أندريس يشيلها بعيدة تماما. أقرب للسالمية، الكرة العرضية تنقطع، مبارك الفريني في منطقة الجزاء، الخطورة قائمة، يحاول مار، مبارك مبارك مبارك، ولكن بدر السليم يشيلها في اللحظة الأخيرة. عبد الله ماجكي في إرسال كرة طويلة، أليكس ليما تغطية ممتازة، أليكس ليما تغطية ممتازة، أقرب لعثمان الدوسري، تبرير البينية لا زالت لأحمد شبيب، كرة العرضية، الكرة الأمامية يشيلها إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية لليرموك، السالمية والله اليرموك يعني يقاتل في هذه المباراة ويقدم مباراة مميزة ليرموك دفاعيا ومن ناحية الانضباط في أرضية الملعب، من ناحية الانضباط في أرضية الملعب. أقرب ركنية، تنفيذ عن طريق من؟ عثمان الدوسري، عثمان الدوسري، ركنية رأسية، هاشم عدان ونواف المنصور يطلع ويشيل بقبضة اليد، متابعة يتركها إلى خارج أرضية الملعب. إذا دخول عبد الله الظفيري للسالمية، عبد الله الظفيري للسالمية، دخوله بديلا عن حسين الموسوي لإضافة ممكن بعد في الكرات الرأسية. عبد الله الظفيري مدرب عنده وجهة نظر، الجنرال محمد إبراهيم انذار لهاشم عدان،
والإنذار الرابع في هذه المباراة، هذه الكرة الماضية. إنذار هاشم عدنان، تدخل قوي من هاشم عدنان، وإنذار هذه الكرة مرة أخرى. ساعد ده باتريك فابيانو، تبريرة غير دقيقة، ما توصل لعبد الله الظفيري، تغطية من عبد الله ماجيكي بهدوء باقتدار بتميز، أرقى أنواع الدفاع، استلام واستحواذ وبناء هجمة. عذبي شاب يبحث عن أندريس الخطير، ما توصل، نايف زويد تنقطع من أمامه، حمد السعيد أقرب لي ناصر الفلكاوي، حمد السعيد، هاشم عدان، ارجاع الكرة إلى حارس مرمى أحمد الفضي. يعني المباراة بالطريقة هذه وصلنا إلى 24 دقيقة في هذه المباراة، شوط المباراة الثاني 69 دقيقة في هذه المباراة، خلاص باقي 21 دقيقة في الوقت الأصلي لهذه المواجهة. بالطريقة هذه يعني صعب جدا أنك تشوف هدف إلا من تسديدة مسافة بعيدة أو خطأ دفاعي، خطأ حارس مرمى، كرة ثابتة، كرة عرضية ورأسية، يعني الأمور هذه. شوف البحث عن ركنية، كارلوس أندريس يبحث عن ركنية ولكن تصطدم فيه، تتحول إلى ركلة مرمى للسالمية. إغلاق دفاعي واضح، تحفظ من الفريقين خصوصا يعني والله اليرموك والسالمية الاثنين، تحفظ دفاعي واضح، ما في عنصر المفاجأة الهجومية لكلا الفريقين. محمد العطار للخط عادي، بحذنك في تنفيذ رمية التماس، مهدي دشتي بالراس، أحمد شبيب يشيلها من أمامه، بدر جمال، أليكس ليما، مهدي دشتي، أليكس ليما يلعبها أمامية حلوة لباتريك فابيانو، باتريك 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 يمر ولا لا؟ لاعب ضد لاعب، معاه بدر السليم، تراجع فيها، مبارك الفريني، مبارك الفريني، عبد الله الظفيري، تسديدة من عبد الله ولكن بعيدة تماما عن مرمى الحارس أحمد الفضلي، لاعب نادي كاظم السابق عبد الله الظفيري، اللاعب الخلوق عبد الله الظفيري، متميز بالكرات الرأسية، تسديداته الرأسية مرعبة، صاحب خبرة وقادر على التقدم في الكرات العرضية وأيضا تغيير شكل المباراة. تسديدة كانت من عبد الله الظفيري تعلو العارضة ولكن يحتاج إلى وقت لكي يثبت أو يثبت أقدامه أكثر في أرضية الملعب. بارك الفريني في كرة طويلة رأسية من حمد السعيد إلى حارس مرمى أحمد الفضي، بدر السليم، ناصر فلكاوي تراجع فيها، هاشم عدان تنقطع منه، مهدي دشتي، ساعد ده، بدر جمال، في لاعب طايح في أرضية الملعب، تنقطع منه، هاشم عدان، كرة أمامية لعذبي شاب، عذبي شاب حلوة لأحمد شبيب، ما توصل لأحمد شبيب، كرة طويلة، فابيانو فابيانو فابيانو، أوه. الله عليك يا فابيانو، حتى يعني فابيانو هو بنفسه ما يحتاج الجمهور يلومه، هو بنفسه متأثر من كيفية إضاعته للفرصة، شلون يعني حتى ما سددها بالطريقة الصحيحة، حتى ما سددها بين الخشبات الثلاث، حتى ما عمل إزعاج لحارس المرمى أحمد الفضلي، ما اختبر قدرات الحارس، سددها برا الجول بطريقة غريبة ما هي معهودة من باتريك فابيانو المهاجم القناص. يعني كمعدل تهديفي للمهاجم باتريك فابيانو تلاقيه من أعلى المعدلات في الدوري الكويتي في السنوات الأخيرة، يعني لذلك هي غريبة إضاعته لهذه الفرصة بهذه الطريقة والكيفية.
الله، يعني في لحظة من اللحظات، يعني في بعض الأحيان تكون هذه الفرصة هي ما تتحصل عليه في هذه المباراة. كرة أمامية للسالمية، حمد القلاف، عبد الله الظفيري، كرة العرضية، حمد السعيد يشيلها، فهد مرزوق، فهد مرزوق، يا سلام، حلوة حلوة، عبد الله الظفيري تمار، لا زالت في أرضية الملعب. مبارك أو بدر جمال يبحث عن مبارك الفريني، إلى مبارك تنقطع من أمامه عن طريق هاشم عدان بالقوة بالشجاعة يقطعها. الانطلاق الآن عن طريق أحمد شبيب، أحمد شبيب، تبريرة خاطئة. أليكس ليما، خلاص المبادرة الآن، بدأت المبادرة الآن. شفنا المدافعين في التقدم، انطلاقة العرضية، وين العرضية؟ طالت ولا لا؟ لحق عليها في اللحظة الأخيرة، وركنية للسالمية. إذن ينشط السالمية، ينشط السالمية في هذا الوقت. خلاص يقول لك يعني هذا الوقت اللي لازم نفعل الأدوات الهجومية ونحاول نوصل للهدف الموعود. نايف زويد، ركنية للسالمية، نايف زويد ينفذ رأسية، الرأسية، الله، حلوة من أليكس ليما، ارتقاء أعلى من الجميع، حطها بالرأس، حلوة، ولكن تعلو العرضة لمرمى الحارس أحمد الفضلي. حلوة كانت من نايف زويد، وارتقاء جميل من أليكس ليما معاه ناصر الفلشاوي، ولكن أليكس ليما الرأسية. هذه الكرة العرضية اللي مرت من الجميع، عرضية عبد الله الظفيري، ركلة مرمى لليرموك، التنفيذ عن طريق أحمد الفضلي. لا زال ليرموك أجرى تغيير واحد فقط فيما بين الشوطين، بينما السالمية أجرى تغييرين في شوط المباراة الثاني. جانب من الجماهير كبارد، أجواء كروية رائعة في استاد ثامر بنادي السالمية الرياضي. حكم اللقاء عمار اشكناني في إشارة إلى وجود خطأ لمصلحة كارلوس أندريس. كارلوس أندريس، المهاجم ولاعب خط الوسط الهجومي الكولومبي كارلوس أندريس، خطير، إذا ما تحصل على فرصة ممكن في أي لحظة يخلص المباراة. بدر جمال أقرب لي مهدي دشتي، مبارك الفريني، فهد مرزوق استلم ويتقدم، تراجع فيها، مهدي دشتي، حمد القلاف يلعب كرة طويلة بعيدة تماما، كرة إلى حارس المرمى أحمد الفضلي بكل هدوء. أحمد الفضلي، يلعبها طويلة أحمد الفضلي، أليكس ليما يقطع ويكمل، يقطع ويكمل. طبعا هذه الأمور ما تأتي يعني مجهود فردي، بالتأكيد تعليمات من محمد إبراهيم مدرب السالمية. ركلة ركنية للسالمية، ركلة ركنية للسالمية، المدرب الوطني محمد إبراهيم. الآن الأمور يعني والله يعني كل فريق عنده المزيد من التغييرات، ولكن الكرة بين أقدام اللاعبين، الكرة العرضية، ركنية مر من أحمد الفضلي والجميع. رابية تماس للسالمية، حمد القلاف ساعدده، أحمد شبيب، مهدي دشتي، حلوة إلى فهد مرزوق، كرة عرضية رأسية، لا زالت في منطقة الجزاء، أوه! جول ورايه
ورايحين للحكم المساعد. ابدا مالك حق نهائيا في فار تدخل في مثل هذه الامور. مالك حق تروح للحكم المساعد نهائيا، ساعدته قاتل فيها، وباتريك فابيانو تركها. باتريك كان في التسلل صح، تركها باتريك فابيانو وتابعها. هل كان مؤثر باتريك فابيانو على حارس المرمى؟ ممكن. هل ما كان مؤثر؟ ممكن. بالنهاية القرار لحكم اللقاء عمار اشكلاني، ومعاه ايضا حكم الفار احمد العلي، مساعد الفار احمد صادق. حكم اللقاء يقول تسلل، خلاص تسلل. والشيء الجميل انه ما طول في اتخاذ القرار، خلاص عطوه القرار، اخذ قراره بسرعة لعدم اضاعة الوقت على الفريقين. هذه الكرة مرة أخرى عبد الله ظفيري هو اللي تابعها في المرمى، ولكن باتريك فابيانو كان بالداخل في الكرة بشكل كبير جدا، وأيضا كان في احتمال أن عبد الله ظفيري أيضا يكون موجود في التسلل. مساعدته إلى نايف زويد، حمد القلاف، مهدي دشتي. مهدي دشتي، نايف زويد، فهد مرزوق الى عبد الله الظفيري، مهدي دشتي. كرة العرضية بعيدة تماما، ما تشكل عندها تهديد، الى خارج ارضية الملعب، ركلة المرمى لليرموك. التنفيذ عن طريق احمد الفضلي. احمد الفضلي ياخذ وقتها في تنفيذ ركلة المرمى بطريقة طبيعية، طبعا ما هي بطريقة مبالغ فيها، لو فيها مبالغة حكم اللقاء ممكن يتدخل ويعطيه انذار. مبارك الفريني تقطع من امامه، محمد العطار يبحث عن كارلوس اندريس، الانظار تتجه لهذا اللاعب. مبارك الفريني، باتريك فابيانو، شوفوا المتراجع باتريك فابيانو. باتريك فابيانو يقول له هو اللي دعمني، حكم اللقاء يقول له لا في خطأ. بالسلامة لهاشم عدان. هذه اللقطة مرة أخرى يعني واضحة، اللقطة واضحة من أكثر من زاوية. مشكور أيضا مخرجنا عبد الرزاق العطار على هذه الإعادات الكافية والوافية. هاشم عدان بالسلامة يكمل مع زملاء في هذه المباراة. الخطأ لمصلحة اليرموك، التنفيذ عن طريق بدر السليم، يلعبها لكارلوس اندريس بالكعب من كارلوس، ساعدده. سلام، تغطية باستحواذ وبناء هجمة. عبد الله الظفيري، حلوة حلوة حلوة، يلحق عليها ولا لا؟ يلحق عليها، ياخذها، تعثر فيها، تعثر فيها وداخل منطقة الجزاء. ركلة جزاء، ركلة جزاء للسالمية في الوقت القاتل، ركلة جزاء في الوقت القاتل والحرج. هل فيها خطأ في البداية من نايف زويد؟ مار تعرض للعرقلة من عبد الله ماجكي. هل فيها ركلة جزاء ولا لا؟ السقوط من نايف زويد و الصفارة من حكم اللقاء عمار اشكلاني رايح لأحمد الفضلي يقول له يعني لا تحاتي، الأمور عندي في فار في متابعة، ما راح ينظلم أحد بإذن الله تعالى، وإن شاء الله حكامنا على أعلى مستوى، والحكم المميز عمار اشكلاني قادر على إخراج المباراة بالشكل الصحيح واتخاذ القرار السليم. هل تعتمد ركلة الجزاء ولا تلغى؟ هل في خطأ قبل ركلة الجزاء ولا ما في خطأ؟ هل في ارتكاب؟ يا سلام، حلوة حلوة، التشجيع والرقصة أيضا شيء جميل من الجماهير المتواجدة في استاد ثامر بنادي السالمية الرياضي. محمد إبراهيم متابعة لحظة بلحظة، وصلنا إلى آخر 8 دقائق في الوقت الأصلي لهذه المباراة. مساعدته رايح لحكم اللقاء يقول له يعني نبي نشوت البلنتي، بالنهاية هذا الوقت راح ينحسب آخر المباراة. حكم اللقاء
إذن ركلة جزاء، ركلة جزاء اعتمدها يبدو حكم الإيقاع عمار اشكناني، ركلة الجزاء للسالبية، خلاص قرار نهائي من حكم الإيقاع عمار اشكناني بوجود ركلة جزاء للسالمية في وقت حرج تماما، وخطأ كان فادح من عبد الله ماجكي في هذا التوقيت وفي مكان خطر. فابيانو البرازيلي، فابيانو في ركلة جزاء في الوقت الحرج، حكم اللقاء يقول له تلعب على الصفارة، واضح، وأيضا نبه الحارس ما تتقدم عن الخط، وينبه باقي اللاعبين ما تدخلون في منطقة الجزاء قبل الصفارة أو قبل تسديد الكرة. فابيانو، 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 الله، جول للسالمية، باتريك فابيانو في الوقت الحرج، في الوقت الحرج في الدقيقة 39 من شوط المباراة الثاني، وفي الدقيقة 84 من هذه المباراة، السالمية صبر كثيراً وفابيانو ضيع فرصة رهيبة قبل دقائق، ولكنه عوض بالترجيح بركلة الجزاء، بركلة الجزاء، وحطها في نص الجول بثقة كبيرة، بثقة كبيرة. الله، يعني حكم اللقاء يقول انتظر، ويشير للاعبي السالمية بالعودة السريعة إلى نص ملعبهم. أيوة، حلوة حلوة، شيء جميل هذا التشجيع الجميل، وهذا الحماس، وهذا يعني الإخلاص، كل فريق أو كل جمهور يخلص لفريقه في لاعب طايح في أرضية الملعب. السالمية بالسلامة لمبارك أو نايف زويد، أليكس ليما، مهدي دشتي، أليكس ليما شيلها، أليكس ليما إلى خارج أرضية الملعب لأن في لاعب طايح من فريقه. نايف زويد رايح لكارلس أندريس، كولومبي حار حار حار، الكولومبي عصبي وحار، يعني بالنهاية الهدوء مطلوب يا كارلوس، ما له داعي في حكم يضبط الأمور في أرضية الملعب. تغيير لليرموك، وبالسلامة لنايف زويد، نايف زويد ما هو من اللاعبين اللي يطيح نفسه، لاعب خلوق، هنا الأمور يعني ما ليش تبي تقومه، يعني حكم اللقاء يعطي الإنذار، إذن إنذار لكارلوس أندريس. نايف زويد يقول لحكم اللقاء يقول له يعني مو أنا اللي أدعي الإصابة، أنا لاعب ما انعرفت بهذا الشيء، بالنهاية في إصابة، عندي إصابة، ونتمنى له السلامة، ونتمنى له يواصل ويكمل مع زملاء مرة أخرى في هذه المباراة. بالسلامة للاعب الخلوق والمميز نايف زويد. إذن التغييرات قادمة في الدقائق القليلة، والله تغييرات لكل الفريقين، تغييرات لكل الفريقين، حكم اللقاء في انتظار. هذه الكرة مرة أخرى، هنا المطالبة كانت بخطأ من كارلوس أندريس ضد نايف زويد، ما فيها شيء، وهنا ركلة الجزاء المتقنة من المبدع البرازيلي والماسترو الفنان باتريك فابيانو، اللي يطلع خارج أرضية الملعب، يطلع ويدخل بداله فهد العازبي، فهد العازبي، وأيضا يدخل اللي هو أنطونيو مارتينيز، أنطونيو مارتينيز، حكم اللقاء فيه تنبيه الجميع بالتزام أماكنهم وعدم التدخل في قرارات حكم اللقاء. باتريك فابيانو يطلع برا أرضية الملعب، يتلقى التهنئة من الجنرال محمد إبراهيم. رمية التماس لليرموك، رمية
رجعها بروح رياضية على الرغم من أن المباراة شدت، ولكن تبقى الروح الرياضية هي السائدة في هذه المباراة فيما بين الفريقين، ويبقون إخوان وحبايب في أرضية الملعب. هدف يعني في وقت حرج للسالمية في الدقيقة 84 عن طريق باتريك فابيانو من ركلة جزاء، هو الهدف الذي يفصل فيما بين الفريقين، ولكن اليرموك سيبحث عن التعادل في الوقت المتبقي، وراح يكون في وقت محتسب كبدل ضايع عن طريق حكم اللقاء هاشم عدان في رمية التماس، تبعد من أليكس ليما، لا زالت تسديدة سهلة من ناصر الفلشاوي، سهلة بيد حارس المرمى نواف المنصور. نواف المنصور يلعبها طويلة، نواف المنصور ليه عبدالله الظفيري، تنقطع من أمامه هاشم عدان، انطلاقة ليه البديل، هناك أيضا بديل لليرموك محمد عنبر. هذه الكرة الماضية هل فيها لمسة يد على بدر جمال ولا لا؟ هل فيها لمسة يد على بدر جمال ولا لا؟ بالنهاية القرار عند حكم اللقاء وحكم الفار. طبعا القرار الأول والأخير لحكم اللقاء سيد المباراة وقاضي الملعب عمار اشكناني يقول كمل كمل. والله مميز في مباراة اليوم باتخاذه للقرار وتعاونه مع الفار السريع. هذه الكرة مرة أخرى، ولكن حكم اللقاء أخذ قراره، شوفها مرة ثانية من أكثر من زاوية، والصورة أبلغ دليل وأبلغ تعبير عن الموقف. اليرموك الآن عبد الله الظفيري، تمريرة خاطئة، بدر السليم، خطأ ضد لمصلحة بدر السليم وليس ضده، خطأ ضد مبارك الفليني. الآن أخطاء تكتيكية للسالمية، خمس دقائق في الوقت المحتسب كبدل ضايع عن طريق حكم اللقاء يعلن عنها الحكم الرابع داود العبدالله، تقطع من أمام كارلوس أندريس إلى ركلة ركنية. حكم اللقاء في إشارة إلى وجود الركنية، خمس دقائق كوقت محتسب بدل ضايع، والله وقت طويل، ممكن اليرموك يعود في المباراة في أي لحظة. كارلوس أندريس في الركنية يلعبها، مساعد في المكان الصح هاشم عدان يذهب للتسديد، ولكن تصطدم بالأرض، سهلة لحارس المرمى نواف المنصور، سهلة لحارس المرمى نواف المنصور، تسديدة بمسافة بعيدة 40 ياردة، هذه التسديدة تصطدم في الأرض، كان ممكن تخادع الحارس، ولكن الحارس نواف المنصور بخبرته قادر يقرأ الكرة بالشكل الصحيح. أنطونيو مارتينيز الأسباني اللي دخل بديل قبل دقيقتين يدخل لإغلاق المنافذ في وسط الملعب، حكم اللقاء يقول الكرة ماشية صح صح، القانون قانون، يعني الكرة ما هي ثابتة، من شروط تنفيذ الخطأ الكرة تكون ثابتة ويتم تنفيذ الخطأ من مكان وقوعه. كرة طويلة أيضا مقطوعة، ترجع مرة ثانية، تراجع الآن للاعبي السالمية، واليرموك يبدأ في المجازفة نوعا ما الهجومية، سهلة لحارس المرمى نواف المنصور، ضاغط عليه محمد عنبر ابن اللاعب السابق للنادي العربي عنبر سعيد، واللي لعب أيضا لمنتخبنا الوطني، لاعب النادي العربي السريع والمهاجم السريع عنبر سعيد صاحب الارتقاء، الله عنده جول يعني ما أنساه على المنتخب المصري الشقيق، أخذ الكرة من نص الملعب ويعني أخذ الملعب كله وعدل الجميع وحطها بالجول عنبر سعيد، الله يذكره بالخير. نهاية ابنه نتمنى له التوفيق محمد عنبر سعيد. أقرب للسالمية أنطونيو مارتينيز، يقطعها من أمامه محمد العطار، مهدي دشتي يرجعها إلى بدر جمال،
نواف المنصور بمبدأ الضمان الأماني شيلها إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس ما يتهاون فيها أبدا. تنفيذ من عذبي شاب سريع إلى هاشم عدان. هاشم عدان يلعبها أمامية المتقدم حمد السعيد، ولكن مقطوعة من فهد مرزوق. الاستحواذ على الكرة من السالمية الآن مطلوب. السالمية يحتاج إلى الاستحواذ على الكرة الآن، ويبقى الكرة بين أقدام اللاعبين. حمد القلاف إلى عبد الله الظفيري. شوف الخبرة، شوف الخبرة. عبد الله الظفيري يقول لزملائه، يقول اترك الكرة بين أقدام اللاعبين. كرة أمامية من عبد الله الظفيري إلى حمد القلاف. حمد القلاف يعني عمل فيها مجهود وفتح فيها سبرنت، ولكن تعثر في اللحظة الأخيرة. الحماس أخذها ممكن، أو ضعف اللياقة البدنية ممكن. كرة أمامية عذبي شاب غطي بدر جمال في راية وفي تسلل. حكم اللقاء يعود لاحتساب خطأ في وسط الملعب، أعطى تحت فرصة، فقد الكرة، رجع للخطأ لمحمد العطار. هنا الخطأ لمصلحة محمد العطار، وهنا الانطلاقة لحمد القلاف. تعب تعب تعب، خلاص تعب وتعثر. جماهير السالمية في تشجيع الفريق في اللحظة الأخيرة. الآن الكرة الأمامية تمر ساعد ددا، يخلصها بساعد، وأيضا عبد الله ماجكي يفقد الكرة بسهولة. خلاص وصلنا إلى طبعا 90 دقيقة انتهت. حكم اللقاء حسب 5 دقائق كوقت محتسب بدل ضايع، راح منها 4 دقائق ونص، باقي آخر 20 ثانية في الوقت المحتسب كبدل ضايع من حكم اللقاء. والسالمية بتفوق صعب، ولكنه يعني مرضي للسلماوية. أهم شيء بالنسبة لهم النقاط الثلاث لإكمال الاقتراب من فرق الصدارة وإكمال العروض القوية في الجولات الأخيرة. ساعد يشيلها. انتهت الخمس دقائق، انتهت الخمس دقائق. نلعب على ساعد حكم اللقاء عمار اشكناني. عبد الله ماجكي يبحث عن إرسال كرة داخل المنطقة، يلعبها تنشال وتبعد، لا زالت الخطورة وممكن الرأسية. الله، راحت الفرصة الأخيرة وضاعت كرة التعادل. هذه الكرة الماضية في هذه اللحظات أعزائي المشاهدين الكرام، هذه الكرة شوف ضاعت في اللحظة الأخيرة. في هذه اللحظات أعزائي المشاهدين الكرام من تلفزيون دولة الكويت والقناة الرياضية، إطلاق صافرة انتهاء هذه